بدي اقول لك شغله مهمه. تعي. ايه شوفي، امبارح اول مره بنكون لحالنا باليخت. اخ يا سمر، كثير عيب الوحده تحكي هيك شغله، بس شو بعمل؟ ما قدرت اخبيها بنوب، اكيد ما فيني احكي للمدموزيل. كل شي كان كتير رومانسي. مهند كان شخص تاني بهديك اللحظة، عطاني إحساس كتير حلو وغريب كتير بنفس الوقت. الله يخليكي، لا تتمسخري علي. ما عم بتمسخر، بس أنا مستغربة لأنه هذا الشي ما صار بيناتكن من قبل. مهند حب كتير إنه تكون هاي اللحظة خاصة، مشان هيك كان في حواجز بيني وبينه. كل ما قربنا من بعضنا كنا نبعد، بس امبارح كان كتير خاص. ما بعرف اذا كان عم بيحسني طفلة، بس مهند قال لي انتي مختلفة كتير عن النسوان اللي عرفتهم لحد هلا. قال لي انه عم بيحب براءة عيوني والعفوية اللي بتعامل فيها، وقال بعرف ما في أي خطة براسك، وقال لي أنا بعرف إنك بتحبيني كثير. معناتها ما عاش حب حقيقي من قبل، يا حرام. قال لي حابب نضيف حالي فيكي، ما بتعرفي قديش كان عاطفي وحساس. امبارح بالليل أنا عرفت مهند جديد يا سمر، كثير كان غريب وكتير كان منفعل، كأنه كانت أول مرة بالنسبة إله. هو هيك قال لي هيك بالنسبة إلي. بكفي، أنا آسفة. عم قلك هيك مشان ما تنصابي بالعين، عشتوا كتير لحظات حلوة امبارح. عم قلك هيك مشان ما تحكي لحدا. آسف. تعا حبيبي. حبيبتي تليفونك طل معي. شكرا لك. انا رح بدل ثيابي وانزل لتحت فورا، وانا بعد 5 دقائق بكون تحت. ماشي. انا كثير مبسوطه يا سمر كثير. يلا بدلي ثيابك وانزلي عمتك تحت، عم تستناكي من الصبح. سمر، هالشي واضح من وشي؟ رح يفهموا لأني عم ببتسم كل الوقت. يلا. Thank you.